اس عشق میں مر جاوا. من وين حجيب 400,000 روبية؟ وكيف فيني أوثق بحدا ما بعرفه؟ مين هذا؟ بس أنا ما في عندي أي خيار تاني، والأبشع أنه ديب شاكك فيني إلي. من وين رح جيب مصاري؟ كيف هيك؟ كأنه هذا الصوت جاي من غرفة عمتي؟ ما في أي حدا هون. منيح إنه نيترا ما شافتني. أهلين أروهي. أنت عنيدة كتير. أول شي عملتيه إنك خطفتيها لأمي من هون، وبعدها إجيتي وتسللتي على غرفتها. على شو عم تدوري؟ صدقني أنا ما خطفتها لأمك عن جد ديب. أنا إجيت على غرفة أمك بس لحتى لاقي شوية أدلة، وهيك بقدر أوصل لأمك عن طريق الأدلة. وشوف شو لقيت فيها. طلع عليهم. أنا لقيت بغرفة أمك هالورقة هي، شوفها. أنا رجعت ديب، تارا اللي عملت هيك. هي خطفت أمك مو أي حدا تاني، وهذا دليل على كلامي. ديب انت شو هذا اللي عم تعمله؟ انت مفكرتيني واحد غبي وعم تضحك علي؟ ها؟ انت مفكرة عن جد بانه تارا هي يلي خطفتها لامي؟ تارا ميتة، وفوق هاد هي كانت عارفاني انك رح تيجي على هي الغرفة للدوري على ادلة، لهيك تركت ملاحظة لإلك وراحت. انت بتخترعي قصص عظيمة. انا ما اخترعت قصص، هي الحقيقة. لا حكي فاضي بقى. انا بعرف انه كل هذا كذب. اخترعتي كل هذا الشيء لتخدعيني. لا. إذا بترجعي بقى بتجيبي سيرة واسم تارا على تمك هاد، فتأكدي رح تشوفي الوش السيء مني ورح تندمي على هذا الشيء. ديب. ليش بعدين؟ أنا رح ورجيكي هذا الوش من هلأ. حضرة الضابط كيفك؟ أنت عم تعتني منيح بالسيد كاشياب مو هيك؟ اولا هو اختيار، وكمان مريض، بهي الحاله هو ما راح يقدر انه يتحمل ترحيبنا الدافي لوقت طويل ولا باي شكل. هو هلا نايم هون بسلام على الارض لحتى يرتاح شوي. ديب لا لا، اعمل شغله، ارجع فيقه واهتم فيه اكثر من هيك، لا تعطيه سبب ليتأفف. ديب ترجاك خليه بيروح بحاله، هو ما له اي علاقه بهذا الشيء. ترجاك صدقني انا عن جد ما خطفت لامك ولا بعرف عنها اي شيء ابدا. انا رح اعمل كل اللي بقدر عليه لحتى الاقيها ورح جيبها لهون، بس انا هلا بحاجه لشويه مصاري لهالشيء. بصراحه انا اجتني مكالمه غريبه من شوي، وهالشخص طلب مني مبلغ 400,000 روبيه مقابل انه يعطيني عنوان امك، واذا انا حصلت على هدول المصاري ساعتها انا رح اروح وجيبها لامك. فكرتي بعذر منيح لحتى تاخدي مصاري. بالاول انت خطفتي امي، وهلا جايه بدك مني اعطيكي مصاري بحجه انك رح ترجعيها لامي. انت عم تفكر فيني بطريقه كثير غلط. شو اللي رح اعمله بالمصاري؟ اذا مو مصدقني لحظه، هذا هو الرقم اللي اجتني منه المكالمه، رح اتصل فيه. الو الو، انت اللي اتصلت فيني من شوي مو، وكان بدك مصاري. شوف المصاري جهزت هلا، انت بس خبرني بعنوان امه لديب لو سمحت. بس يا مدام مين انت؟ وشو هالحكي الفاضي؟ اي مصاري ومين طلبها؟ انت اتصلت فيني من شوي وطلبت مني 400,000 روبيه، وانا عملت كل الترتيبات اللي انت قلت عليهم. يبدو انك عم تحكي مع رامخه. شو؟ انت اتصلت فيني، ليش عم تكذب؟ الو الو ديب، صدقني اجتني مكالمه من هذا الرقم، انا ما بعرف ليش هو عم يكذب. بكفي، انا بدي ترجع امي على البيت. بس ديب صدقني هو اتصل فيني وطلب 400,000 روبية لحتى يرجع امك. ديب ترجاك اسمعني شوي. ديب انا ما عم كذب عليك ابدا. خدي هي 400، انا عم اعطيكي هدول المصاري كرمال امي. لسه بقيان معك ساعتين بس، اذا امي ما رجعت لي بخير وسلامه خلال هالساعتين
بوقتها أنت ما رح تقدري تشوفي لأبوك أبدا. هاي 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 لوين رايحة بسرعة وانت متوترة هيك؟ انت منيحة؟ عم تقول عني متوترة؟ انت هيك شايف؟ آسفة انا ماني متوترة. ماشي. بالحقيقة لما شخص بيقول شيء وهو بيظهر بشكل تاني مختلف تماما عن كلامه رح يكون من الصعب نصدق كلمات هالشخص. أروهي مكتوب على وشك بشكل واضح إنك متوترة وبحاجة مساعدة من حدا. وبأي حال بصراحة أنا مدين إلك بمساعدة. ما بتتذكري؟ قلتلك إيمت ما بتحتاجي مساعدتي ببساطة بس بتخبريني. حضرة المفتش، إمتى ما رح أحتاج لمساعدة من حدا؟ رح أطلبها منك. يمكن لسه لهلأ ما إجا الوقت لهيك أنا ما طلبت. وبأي حال لازم روح، بشوفكم بعدين بعد إذنكم. سيدي، انت عن جد ما فكرت انه كان في كتير قلق على وجهه؟ الشخص عادة بيتوتر هيك بس لما بيكون بده يعمل شي غلط او لما بيكون بده يمنع شي غلط من انه يصير. لوين رايحة اروهي وشو بدها تعمل؟ برافو عليك يا شاطرة، الظهر انك اخيرا تعلمتي كيف تستخدمي عقلك منيح وانت عم تشتغلي معي. بس هي شغلتي انا اللي بستخدم عقلي مو انتي. بتخليني اعمل شغلي بسلام؟ ماشي؟ حاضر سيدي. خلينا نفوت لجوا ونقابل ديب، على الأقل خلينا نكتشف ليش دعانا بهالسرعة. يلا ديب. لا تقلق، هدول الناس رح يجوا خلال وقت قليل. أستاذ ديب، شو هو سبب دعوتنا بهذا الوقت؟ بالعادة أنتوا بكل مرة بتجوا على بيتي بغرض الاستجواب دائماً بيكون بسبب شي صغير وما قالوا أي قيمة، أو بيكون حدا قتل بشي مكان. أما اليوم أنا دعيتكن على البيت لأنه أمي انخطفت. أمتوا تأخرتوا لتوصلوا. أستاذ عذرنا على التأخير، بس لا تقلق، نحن رح نلاقيها لأمك وين ما كان. بس أنا لازم أقول شغلة بكل صراحة، أنت عايش حياة ممتعة كتير، مو بس وسائل الترفيه ما بتنتهي، أحيانا في جريمة قتل وأحيانا خطف. شكله مثل كأنه الكل ملاحقين لعائلتك دائما. أنا حاسس نفس الشيء، ومين ما كان يكون هو ما في يهرب. مين ما كان اللي بيفكر يأذي ديب راسينج بالنهاية رح يدفع الثمن. أنت بتقدر تقلي وين وكيف وقع هالحادث؟ بعرف أنه أمي انخطفت اليوم، ما بعرف كيف صار هيك، أنا ما كنت بالبيت. وأنت يا مدام تعرفي شيء؟ ما كنتي بالبيت؟ سيدي أنا طلعت لبرا، كان عندي شغل مهم. وأنتي ما كنتي هون؟ إذا ما حدا بيعرف شيء معناها نحن لازم نبلش من برا. ماشي؟ أول ما نكتشف شيء عن أمك أكيد رح نخبرك فورا. ديروا بالكن على بعضكم، نرجع لكم. امشي. الوقت عم يمضى، شو بدي أعمل؟ ويا ترى كيف بدي أوصل للشخص اللي اتصل فيني؟ وين بدي أروح بهالمصاري؟ ألو؟ شو اللي كنت عم تحاولي تعمليه يا أروهي؟ كنت بدك تحاولي تخليني نمسك بتصرفك هاد قدام ديب. فتحتي السبيكر لما كنت عم تحاكيني وهيك ديب بيلاحقني بسهولة. مين ما كان هذا الشخص اللي عم يحاكيني، هو لساته عم يراقبني. شوف، مين ما كنت تكون بعتذر ارتكبت غلط، بس بعدك ما رح كرر هالغلطة. بترجاك إلي لوين بدي روح بهالمصاري مشان وصله. أنا بعتلك العنوان برسالة، أنت روحي وخدي المصاري على العنوان المطلوب. ماشي، شكرا. ديب انت لا تقلق ابدا، كل شي رح يكون منيح وبكره بتشوف. عمتي رح ترجع على البيت قريبا وبخير صدقني. بعد كل شي لازم تطمن لانه المفتش راندير تولى هالعمل.
وهو حدا كتير شاطر بشغله. أنا متأكدة عمتي رح ترجع على البيت قريباً. شرب مي. كل اللي قلتي صح، أمي رح ترجع على البيت قريباً سالمة، ما ممكن حدا يقدر يأذيها. أنا كمان كلفت رجالي لحتى يدوروا عليها، بس اللي عم فكر فيه مين بيكون هالشخص اللي تجرأ وعمل هالشي؟ مين ما كان اللي عمل هذا الموضوع، أنا رح أحول حياته لهالشخص لجحيم. ديب أنت أكيد بتعرف إنه أروهي اللي عملت هيك، هي الوحيدة اللي خطفتها لأمك. ليش بس أروهي؟ أي حدا ممكن يعمل هيك؟ ممكن يكون شي حدا مقرب مني وهيك أنا ما رح شك فيه؟ ممكن تكون أروهي عم تقول الحقيقة بأنه مو هي اللي خطفت أمي؟ مين ما كان اللي عمل هالشي يا نيترا، فأكيد هذا الشخص ما بيعرف أبداً شو هي عواقب اللي بيغلط مع ديب بهالشكل. شو صار؟ أنت ليش توترتي كل هالقد؟ اشربي مي، أنت بحاجتها أكتر مني هلأ. يلا خدي اشربي. على فكرة أنت خفتي كتير، كأنك أنت اللي خطفتيها لأمي. لا اهدي، أنا كنت عم أمزح. أنا بعرف أنك ممكن تعملي هيك شيء أبداً. شو رح تستفيدي؟ لا تقلقي أبداً، رجال الشرطة هلأ رح يعملوا شغلهم وأنا كمان رح شوف شغلي وأنت بتشوفي شغلك كمان. في حدا هون؟ معقولة كانوا عم يمزحوا معي بهذا الاتصال؟ ألو ترانك، شو عم تعملي؟ هالتليفوني يا قدير. لك انتي، لك ممكن ما بقى تبكي رجاءً؟ انت عصبت علي كتير وبهدلتني. انا بس كنت عم حاول اني ساعدك بس انت ما فهمت هالشي. ايه ماشي، انا اسف كتير، انا اسف. خلص خدي امسحي دموعك. لازم امسح لك دموعك بايدي؟ صرتي انت احسن هلا؟ ايه سيدي. أنا بعتذر لأني عصبت هيك، رح تسامحيني ما؟ شو صار لك؟ ليش حمريت كتير؟ ترانك امسحي دموعك. شبك؟ أنت منيحة؟ أي سيدي، أنا حاسس حالي هلأ مو منيح بالمرة. روحي وجيبي لي شيء لاكله من اقرب مطعم هون، انا عن جد جوعان كثير. حاضر. بس شو اللي بدك اياه؟ جيبي مثل ما انت بتحبي. انا سيدي، انا ترانك رجاءا روحي. حاضر سيدي. شو لازم اعمل هلا؟ انت خلي المصاري اللي معك جنب الشجره، بتلاقي العنوان هناك. تركت الشنطة بس وين بلاقي العنوان؟ أنا جاي.
فهمتي؟ أمه لديب مانا هون، يا ترى وين لازم دور؟ ما ضل معي غير ساعة واحدة وبس، لازم لاقيها لأمه لديب. شو بدي أعمل هلأ؟ أنا وين لازم دور عليها؟ أنت معك 3 ساعات بس، روحي لحقي حالك، لأنه أنا بدي أمي ترجع لي سالمة خلال 3 ساعات، وإلا رح أتهمه لأبوك بتهمة كتير كبيرة ورح خليه يعفن بالسجن. حياته لأبي هلأ بخطر كبير كتير، شو بدي أعمل؟ أنا لازم أرجع أتصل فيه. ألو؟ أنت غدرت فيني، أم ولدي ما أنا موجودة هون، أنت أخذت المصاري مني وما كنت صادق معي بالمرة. هاي كانت المقدمة، اللعبة الحقيقية رح تبلش. أنا بعرف إنه أم ولديب ما أنا موجودة بهذا المكان اللي عم بتدوري فيه، وبعرف عنوان المكان بالضبط اللي تم احتجازها فيه، بس أنت لازم تنفذي لي الشغل لحتى توصلي لهني. بترجاك اللي وين أم ولديب؟ ما ضل عندي وقت كتير. أنت كمان ما عندك أي خيار غير إنك توثقي فيني يا روحي، بس ضلي عم تعملي مثل ما عم بقلك. في خزانة جنبك محل ما واقفة، افتحيها بتلاقي فيها جستان. في هون شرائح للطباعة بالجزدان، شو بعمل فيهم؟ هدول شرائح طباعة، شو بدي أعمل فيهم؟ ما في داعي إنك تفكر كتير بهذا الشيء. هلا جيبي هدول الشرائح لنفس المكان اللي تركتي فيه المصاري، وبعدها رح تعرفي عنوان أمه لديب. لا. ألو؟ اسمعني شوي. يا قدير، شو فيني أعمل هلا؟ أنا محاصرة من كل الجهات. من جهة أنا لازم لاقيها لأمه لديب، ومن جهة تانية حياته لأبي هلأ بخطر. أنا عن جد بطلت أعرف شو بدي ساوي. أنا يا ترى شو لازم أعمل؟ أنت معك 3 ساعات بس، روحي لحق حالك، وإلا رح أتهمه لأبوك بتهمة كتير كبيرة ورح خليه يعفن بالسجن. لا لا، أنا ما فيني غامر بحياة أبي تحت أي ظرف. مين اللي قوص علي؟ تارا، كمان أروهي إنه شو مفكرين حالكم اثنيناتكم؟ عن جد أنتم مفكرين إنه ما في بكل هالدنيا الكبيرة ولا لاعب أكبر منكم وبيقدر يغلبكم؟ بس الحقيقة أنتم اثنيناتكم ما بتعرفوا أبداً إنه اللاعبة الأكبر بهي اللعبة وصلت هلأ لتأخذ دورها، وهي كمان رح تهزمكم بكل لعبة بتجربوا تلعبوها.
لازم تسامحيني يا روحي، بس انتي وديب خنتوني كتير من قبل وخيبتوا أملي فيكن عن جد. هلأ إجا دوري، وعلى الأغلب هلأ بتكوني مفكرة أنه هذا كله من أفعال تارة، لأني مستحيل فكر أعمل مثل هيك شي باعتبار أني بكون ضابطة بالشرطة السرية. لهالسبب أنتي أبداً ما رح تشكي أنه أنا اللي عملت هالشي. نعم طبعاً كل شي عم بيصير مثل ما خططنا. أنا أخذت الشرائح، بس أنا لازم روح فوراً من هون وخبي كل هدول الشرائح بمكان آمن وبعيد عن كل الناس قبل ما يعرف أي حدا فيه. ماشي. جيت لهون يترى، مين جابني لهون؟ قليلي. أنا اللي جبتك على البيت. الرصاصة اللي دخلت بإيدك انشالت وصرتي منيحة، جاوزتي مرحلة الخطر فلا تقلقي. بس أنت كيف عرفت أنه أنا كنت هنيك وصابتني هاي الرصاصة؟ أنا أجتني مكالمة وفي حدا خبرني عن مكانك وسكر. أروهي بعتقد مين ما كان هذا الشخص اللي قوص عليكي هو ما كان بده يقتلك نهائياً. كان رجال أو مرة؟ أنا اليوم قدرت أنقذتك من اللي هاجمك، بس مين رح يقدر ينقذك مني هلأ؟ الثلاث ساعات اللي عطيتك إياهن من قبل هن خلصوا من زمان. تسعة وهلأ وقتي انتهى. ديب أنا عملت كل اللي بقدر عليه، بس في حدا قوص علي وغبت عن الوعي. ديب ديب بس اسمعني شوي، بترجاك لا تتصل بأي حدا هلأ قبل ما تسمعني. بترجاك لو سمحت لازم توقف لعبتك بحياة الناس بهالطريقة. كيفك سيادة الضابط؟ مشان السيد كاشياب عم تتعامل معه بالطريقة المناسبة مو هيك؟ ديب بترجاك. هلأ صار الوقت لحتى أنت تطلق سراحه سيادة الضابط. ماشي خليه يروح، لأنه أنا بسحب الدعوة ضده. عمتي انتي رجعتي على البيت؟ ايه امي هلا رجعت على بيتها بالسلامة. هلا معقول حتى نيترا طلعت عم تتآمر ضد ابني ديب؟ شو الشي اللي ناوية انها تعمله؟ عمتي؟ عمتي انتي منيحة؟ قليلي بتعرفي مين اللي خطفك؟ جاوبيني شو اللي صار معك بالضبط؟ ووين كنتي انتي؟ لازم تكوني متذكرة اي شيء عن اللي خطفك. انتي شفتي وشه شيء؟ اللي خطفني ما عرفته لاني ما قدرت شوف وشه، وهو بوقتها
حاط شي على وشي. لهيك كل الوقت كان وشي مغطى وما شفت شي. أروهي بدك تسألي عن كل شي بهالوقت؟ هالشي رح يتعبك، انتي لازم ترتاحي هلأ لأنك بحاجة لهذا الشي. يلا ديب نحنا لازم نروح. طبعاً أروهي انتي ارتاحي وبعد جرحك رح يتعافى بسرعة. في حدا سرق الشرائح اللي كانوا معي، أنا مخبيتهم مكان ما حدا بيعرف فيه، ويمكن هديك المرة اللي هاجمتني واللي إجت قوصت علي يمكن تكون تارة. ديب أنا بعرف أني ما قدرت شوف وشها بس متأكدة تماماً أنها كانت تارة، هذا الشيء ما حدا عمله غير تارة. تاني مرة بتحكي حكي فاضي أروهي، أنا قلت لك أكثر من مرة أنه تارة ماتت خلص نسيها. أنت ارتاحي لأنك بحاجة لهالشي. إيه ديب ماشي، حتى لو كان أي حدا تاني غير تارة رح نمسكها عن قريب، لأنه أنا هداك اليوم صبتها برصاصة على إيدها، هي كانت مجروحة وهذا الجرح رح يعلم على الأكيد وما رح يروح. أنا ما عم بفهم ليش عمتي ما بدها تقول أي شي عني لديب، بس معقولة يكون ديب بيعرف كل شي بس عم يتظاهر قدامي إنه ما بيعرف أي تفاصيل عن الموضوع؟ أنا هلأ لازم أكون حذرة كتير لأنه ديب طلع عن جد ذكي كتير. بصراحة أنت ذكي كتير ديب، لأنك بتعرف تخبي ملامح وشك، مستحيل يبين عليك أنك متضايق رغم كل شي عم يصير معك. قدرت ترجع أمك بسهولة بس لهلأ ما جربت تحكي معها أي شي، ما سألت شي. أنا صرت عم شك أنه معقولة كل هذا اللي صار كان من تخطيطك حتى تعلمني درس تنتقم مني بعدين؟ شو إذا كنت أنت اللي قوصت علي وهلأ عم تحط الأدوية على الجرح، معقولة يكون كل هالشي خطة منك بس لحتى توقعني؟ أنا ما فيني أنزل لهيك مستوى وخاطر وأستخدم أمي يا أروهي كرمال انتقم وعلمك درس. أنت عن جد حظك حلو كتير لأنه ما كنتي متورطة بخطف أمي مثل ما توقعت. صدقيني ما كنتي رح تقدري تتخيلي العقاب اللي كنت مجهز لك إياه. ليش ضل شي وما عملت لي يا ديب؟ اللي أنت لسه شو مفكر تعمل معي؟ أنا بترجاك ديب، بترجاك توقف هاللعبة البشعة أنت عم تلعب فيها بحياتنا، ما بقى تخلينا نرقص مثل الألعاب الغبية. أنت بالأول وبعدين بعتت أبي على السجن وبعدها أغلى شي عندي وأكتر شي عزيزة علي مخبية عندك وما بدك ترجع ليها. لأي مستوى واطي بدك تنزل؟ أنا بظن أنك ما بتعرف لأي درجة أنت صرت واطي، بس الظاهر أنه كتير صعبة بالنسبة إلك ترتفع بالحياة. فهمني أنت ليش ما بتتركنا بحالنا بقى؟ شو اللي بدك يا مني لسه؟ رح أتركك بحالك بس قبل هالشي أنت بدك تعملي لي شي واحد. اللي شو هالشي اللي بدك يا مني بعد كل هاد؟ اسمعني كتير منيح، أنا ما رح أعمل لك أي شي بقى، ما فيك تعذبني أكتر من هيك ديب، بكفي تعذيب بقى، عم تفهم علي؟ الواضح أنه لازم ضلني ذكرك وعيد وأحكي كل مرة أنك رح تعملي كل شي بطلبه منك بالحرف. شكلك أنت نسياني أنه معي شغلتك الغالية، لهيك إذا عجبك ولا لا أنت رح تعملي كل شيء أنا بقلك عليه. ترى شو الشي اللي بده ياني ساوي هلا؟ ديب شو
صار ابني؟ شو الموضوع؟ ما في شيء، حسيت كأنه في حدا عم يراقبني بالبيت. عم أتأكد إذا في حدا هون. لا، ما في حدا هون أبداً. على الأغلب فهمان غلط مو أكتر. يمكن. طيب أنت منيحة؟ إيه. انتي شو متوقعة؟ انه كل هالشي رح يستمر لوقت طويل؟ بس يا عمتي، مين اللي بده انه هالشي يستمر لوقت اطول من هيك؟ صدقيني انا اول ما يتحقق هدفي رح روح من هون فورا. بحب خبرك اذا عرف ديب انه انتي اللي كنتي السبب ورا كل المشاكل من الاول، صدقيني وقتها ما رح تتخيلي كيف ممكن يكون الوضع ابدا. بس يا عمتي، اذا انا بدي بقدر حط ديب بالسجن بهاللحظة، بس أكيد ما بدك هذا الشي يصير مع ابنك. ما منيح، إذا هيك أنا رح أعتبر سكوتك عن هذا الموضوع إنك موافقة معي. ماشي. وطبعاً يا عمتي، لبين ما يعرف ديب بالموضوع بيكون الوقت تأخر كتير، وأنا لهداك الوقت بكون رحت من هذا البيت. أنا جاية هلأ، صار الوقت المناسب لنلعب جولتنا الأخيرة بهي اللعبة. صار وقت الشغل نيترا، المفروض ما بقى تنترك عايشة بعد اليوم. هي تجاوزت كل الحدود وصار لازم نوقفها عند حدها. كتير ضروري إنه يتسكر تمه وما تحكي شي. مرحبا، كيف صرتي؟ تعالي يلا خدي افتحيها شوفي شو فيها. هذا الملف، وهون في الأوراق، وهذا القلم. يلا وقع عليهم بدون ما تقريهم. شو؟ أنا آسفة بس ما رح أقدر وقع أي وثيقة من دون ما أقراها. بجوز أنت تكون كاتب موتي فيهم. أنت مضطرة توقعي عليهم. يلا هي القلم وقعي. ما رح وقع. شو هدول الأوراق اللي أول؟ ديب، كم مرة بدي أقول لك ما فيك تقولي لي لا؟ ما بدك تعملي اللي عم أقول لك إياه مو هيك؟ خليني ورجيكي شي يمكن تغيري رأيك. شوفي هي. شو هاد؟ هي بتكون إبرة، والموجود فيها هو سم. إذا هي الإبرة بتنعطى لأي شخص، وقتها هو أكيد بده يختنق لحتى يموت. فكري، إذا عطيت الإبرة لأكتر شخص أنت بتحبيه وغالي على قلبك، شو رح يصير؟ لا تفكري ترفعي إيدك علي مرة تانية، أحسن ما خليك تندمي. أنت بتعرفي مين في عندي صح؟ واقعي فوراً، أحسن ما أعطيه الإبرة. بتعرفي إذا هي الإبرة دخلت بجسمه شو رح يصير وقتها؟ خلص بقى ديب، رح وقع الأوراق. ألف مبروك إليك. شوفي، هلأ أنت صرت المديرة التنفيذية لشركتي الخاصة أروهي كاشياب CEO. هلأ كل شيء بخص شركتي الخاصة المسؤول عنه هو أنتي. شو هالتمثيلية الجديدة؟ ماني قدرانة أفهم أي شيء. ليش هلأ ديب قرر يعمل كل هذا الشيء معي؟ وشو السبب من كل هالقصة؟ أنا عملت كل اللي قلت لي عليه. يلا خليني روح وقابله مرة واحدة، خليني أشوفه بس مرة واحدة بترجاك. ماشي، أنا رح خليك تروحي تقابلي بكرة. منيح؟ وأخيراً رح ينلم شملكم، وهالشي رح يكون بكرة أكيد. تمام.
أنا حاسة كأنه في حدا لحقني. مين انت؟ قلي مين بعتك؟ ايه؟ تركوني؟ اي بعد بعدوا عني؟ عملكن تركوني؟ لك شو عم تعمل؟ لا لا هاي امشي من هون. لا بابا أنا ما بعرف ليش ديب عم يعمل معي هيك. ليش فجأة عيني المديرة التنفيذية لشركته الخاصة؟ أنا أكيد رح أكتشف شو السبب وراء هذا الشي اللي عم يعمله. وقبل كل شي بدي أقابل الغالي. رح رجعه بس بعد ما نفذ خطتي. مستحيل أرحمه لديب بعد هلأ. أنا بدي دمر كل شغله بهي الشركة بس لوقتها أنا لازم نفذ اللي بدي إياه وألعب الدور. ما في أي طريقة تانية. عن جد شكراً إليك لأنه اليوم أنا ما كنت رح أقدر أنقذ هالشرائح لو ما كنتي هنيك. عن جد كتير منيح أنك خبرتيني فوراً أنه أروهي كانت رايحة لحتى تسرق هدول الشرائح منها. كيف بقدر ما أقلك نيترا؟ هاي كانت مهمتي لأنه نحنا صرنا شركاء هلأ. ليكي بصراحة أنا هلأ صرت قريبة كتير من هدفي الأخير وأكيد بكرة الصبح رح كون خالصة من كل شيء. وبكرة أول ما يتحقق هذا الهدف وتنتهي كل المشاكل بحياتي أنا رح روح من هون للأبد وأكيد ما رح أرجع مرة تانية لو شو ما صار يصير. والهدف اللي بسببه أنا اضطريت أدخل حياة ديب وكون معه رح يتحقق بكرة وينتهي كل اللي كان. وبعد ما يتحقق هدفي ما رح يكون إلي رجعة لهون. ولهذا السبب تحديداً أنا قبلت أتزوج من ديب وكون مرته لدرجة اضطريت أتظاهر أني بحبه كتير. ورح خبرك بكل صراحة السبب كان هو موت ديبو بس اللي أنا رح خليه موت مؤكد ونهائي. ألو؟ حياته لديب بخطر. بكرة ممكن يكون آخر يوم بحياته. مين أنت؟ وليش بدك تقتله لديب؟ ديب عمل كتير أعداء لإله كلهم بدون يقتلوا. كل هذا الشيء بسبب هاللعبة الخطيرة اللي هو جزء منها. هلأ هو عم يلعب ويتسلى بهيك لعبة خطيرة بس ما بيعرف إنه هيك ممكن يقضي على حياته. خليك منتبهة بأي لحظة ممكن تكون هي آخر لحظة بحياته. ألو؟ مين هالشخص؟ ومين اللي بده يقتله لديب؟ لا أنا ما رح أسمح يصير أي شيء لديب. أنا لازم أحمي لديب كتير منيح شو ما كان الثمن. وإذا ديب هلأ بيموت وانتهت حياته ساعتها أكيد عيلتي أنا كمان رح تموت كلها معه. أنا ما فيني خلي هالشي يصير. ديب اللحظات الأخيرة من حياتك صار وقتها حتى تخلص. ما في حدا رح يقدر يحميك مني. أنا رح أحمي ديب. أنا رح أحمي لديب شو ما كان الثمن ومعه بحمي عيلتي. ديب ما في يموت هلأ. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.